طيب آخر فقرة معانا النهاردة، هسألك أسئلة عامة هتجاوبني وإجاباتك، وبعدين هتطلع الموبايل تكلم حد قريب منك جدا وتسأله نفس الأسئلة اللي أنا هسألها لك، وهنشوف إجاباته زي إجاباتك أو لأ. زيرو إن شاء الله. لا متأكد لا لا مش زيرو إن شاء الله. لأ أكتر أكلة بتحبها وعادي لو هتاكلها كل يوم، أسئلة عامة هو. ماشي أوكي. أنا أكتر أكلة باكلها مش بحبها، يعني أكتر أكلة باكلها الخضار السوتيه، الفراخ مشوي، سلمون، سلطة، ده أكتر حاجة باكلها يوميا، ممكن ما زهقش منها لأن حاجة صحية جدا بالنسبة لي. لكن أكتر أكلة أنا بحبها ممكن بسلة بالجزر باللحمة، دي أكتر حاجة أملها شوية، مع إن أنا مش من هواة الأكل قوي، بس لو هتقارن يعني ممكن دي، ممكن عكاوي، بس كل فين كل 3 شهور مرة مثلا. لو عندك فرصة تختار لعيب عالمي تفطر معاه ولعيب قديم تفطر معاه، مين اللعيب العالمي ومين اللعيب القديم؟ لعيب عالمي افطر معاه بس كريستيانو رونالدو. انا شخصيتين انا بحبهم جدا في العمل، يعني كريستيانو رونالدو وجوارديولا اللي هو مدرب المان سيتي وبرشلونه، دول اكتر شخصيتين انا حاسس ان عندهم حاجات كتير قوي، مختلفين، بيبتكروا في شغلهم، بيطوروا نفسهم بشكل كبير جدا، فدول في المجال الرياضي بيبهروني يعني. السؤال الثاني، لعيب قديم. لعيب قديم ابو تريكه. ابو تريكه بحبه جدا يعني. لو كنت ممثل كان ممكن تمثل دور ايه؟ امثل دور ايه في مسلسل معين او فيلم معين؟ مش مسلسل معين، لو انت مش فاكر، او فيلم، ولا ممكن مثلا تاخد طريق ممثل مين عجبك، مين ممثل بحب عجبك؟ الحاجات اللي فيها انسانيات اكتر او مشاكل حد. اديني كاركتر مثلا. مش مجمع بصراحه، اسئلتك برضو عجيبه شويه وبتفاجئني بيها، فمش محضر لها، فمش عارف. مش محضر يعني، مش عارف والله. يعني مثلا محمد رمضان، احمد السقا، يعني لو اكشن مثلا احمد السقا. لا ما انا ما يعني هما الاثنين بيقدموا حاجات كويسه جدا. ايوه بس انت لو انت دور انت اللي هتمثله فهتاخده من الكاركتر دي هيكون مين؟ ممكن احمد السقا، يعني بيعجبني تمثيله بشكل عام وادواره ومواضيعه اللي بيتناولها، او ان كان في برضه بعض المواضيع ممكن ما تعجبنيش. في ممثلين كتار بيناقشوا مواضيع مهمه جدا زي يوسف الشريف. فبحس الحاجه اللي فيها رساله بحبها جدا. اي حد انا كنت فاكره هتقول لي يوسف الشريف مبدئيا. ما يوسف الشريف انا قلت لك اسمه. يوسف الشريف من الناس اللي بتقدم برضه رسائل كويسه جدا، فاي حاجه فيها رساله بحبها بصراحه. طيب لو هتفتح، بس برضه انا بحب خالد النبوي جدا برضه، فخلونا نخش. لا هو احنا ملناش علاقه بالحب قد ما انك شايف نفسك في الكاركتر. الكاركتر اللي فيها رساله، اي كاركتر فيه رساله ممكن احبه. يعني هنمشيها يوسف الشريف. ماشي نمشيها يوسف الشريف. لو هتفتح محل اكل هتفتح محل ايه؟ اكل اي حاجه صح، اي حاجه فيها يعني اكل صحي. مشويات. اي حاجه فيها اكل صحي. طيب ريال مدريد ولا برشلونه؟ ممكن اقول حاجه تانية ولا لازم دول؟ لا هنختار من دول. اختار منهم. خلينا نقول برشلونه. ماشي. عشان انا كنت بحب جوارديولا جدا فمرتبط بيه. برشلونه مان سيتي فمعايا. اول حد بتكلمه لما بتكون متضايق؟ امي. هي لما الدنيا تبقى مظلمه خالص وبمر بحاجه صعبه جدا، اول حد او اي حاجه بتحصل لي او اسمع خبر وحش، اول حاجه بعملها بكلم امي. انت كويسه؟ كويسه خلاص، انا خلاص كل حاجه بقت كويسه. مين بيغلبك في البلاي ستيشن؟ عمرو فتحي. صريح جدا. لما بتكون عايز تفصل بتعمل ايه؟ مخنوق بقى مش طايق حد، هتعمل ايه؟ دي حاجه، دي عندي معروفه، ممكن هتلاقي معظم زمايلي عارفينها. بتوضى واصلي، دي اول حاجه بعملها اما اكون خلاص الدنيا خلاص وحاجه لازم انا اقوم اعملها، يعني بقوم اتوضى واقفل على نفسي واصلي. دي برتاح جدا يعني، بحس ان انا فصلت بجد وفقت، ومهما كان الموضوع او المشكله كبيره جدا بحس ان هي قليله قوي. المدرب الوطني ولا المدرب الاجنبي من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري انا المدرب الاجنبي. ليه؟ عشان المدرب الاجنبي زي ما قلت لك ملم بتفاصيل كتيره اكتر من المدرب المصري. ملم بتفاصيل كتيره جدا. اتفضل. هنكلم دلوقتي حد، طلع الموبايل، تكلم حد وتحطه سبيكر وتساله كل الاسئله. اني اسئله بقى؟ الاسئله اللي هي عندك دي. من اول فين؟ من بعد الخط. طب انا هكلم مراتي يعني عشان دي ممكن اكتر حد ممكن يعني ايه تنصفني شويه. من اول هنا كده. اكتر اكله بتحبها؟ ايوه من بعد الخط. أوكي. ده وهتكمل كيو كارد اللي بعد. اوكي ربنا يستر بقى. لا لا ان شاء الله هيستر ان شاء الله. ده براتك لازم تجاوب كله صح. انا مراهن، انا بقول لك مش هتجاوب كله صح. هي ده وده صح. الو الو. ايه يا حبيبتي، ايه الاخبار؟ كله كويس. انت في البيت؟ في البيت. طب بصي معلش، انا في برنامج كده في قناه النادي الاهلي. تمام تمام هسالك كده اسئله. الاسئله دي بتبين فيه توافق كده وانت عارفه عني حاجات. بصي، اكتر اكله بحبها ولو هاكلها كل يوم، يعني اكتر اكله بحبها والاكله اللي انا باكلها كل يوم ايه؟ انت مالكش في الاكل عامه يعني. تمام حلو.
بس اكتر اكله يعني اكتر اكله باكلها كل يوم ايه او بحبها؟ يعني بتحبها الخضار السوتيه والسلمون. بس كده شطرة. اول سؤال عندي. برافو عليك. تمام. لو عند لو عندك لو عندي فرصه اختار لاعب عالمي بحبه مثلا افطر معاه هيكون مين؟ يعني اكتر لاعب انا بحبه بره. بره؟ او انا يعني منبهر بشخصيته يعني مين؟ اكتر حد انت بتحبه فعلا يعني بتتفرج له دايما على الفيديوز بتاعه كده؟ مدرب اللي هو مانشستر سيتي بتاع اللي هو جوارديولا. برافو عليكي. ده مدرب. لاعب بقى؟ بجد صح؟ صح. لاعب؟ تقريبا زين الدين زيدان. زين الدين زيدان. انا نمشيها يلا نمشيها. ماشي انا قلت رونالدو يعني ماشي. طيب لو لاعب مصري قديم بطل كوره هفطر معاه مين؟ ابو تريكه. شاطره. برافو عليك. طبعا لا صح. برافو عليك عشان عارفه ان انا بحب ابو تريكه. لو انا كنت ممثل كان ممكن امثل الكاركتر بتاع مين مثلا؟ لا مش لا طب ما في توافق اهو نفس الاسئله ما جاوبتش عليها مش عارفه يعني تمثل مين ولا انت شخصيتك شبه مين؟ يعني لو هعمل كاركتر مثلا دور ادوار ايه مثلا ولا 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 الممثل اللي ممكن اروح له شويه يعني او يعجبني ادواره شويه حتى الممثل بتفرج عليه اديك اختيارات ولا لا؟ ينفع اختيارات؟ احمد السقا محمد رمضان يوسف الشريف. يوسف الشريف طبعا. برافو عليك شاطره. لو هفتح محل اكل هفتح محل اكل ايه؟ اكل هيلثي طبعا. برافو عليك شاطره. انا قلت لك طب ما خلاص لا كده شاطره. طب لو هشجع ريال مدريد ولا برشلونه هتغلط دلوقتي؟ ريال. غلطت ماشي غلط. طب اول برشلونه. اول حد بكلمه لما اكون مخنوق او عندي مشكله والدنيا مش لطيفه ممكن تقول لك انا ماما. ماما مين؟ مامتك انت ولا مامتي انا؟ ماما انت. برافو عليك شاطره. الموضوع كبير شاطره. طب مين بيغلبني في البلاي ستيشن من زمايلي بس هو دلوقتي ما بيلعبش كوره؟ انت بتغشش يا كابتن. برافو عليكي. لا لا والله عشان لو قلت لها كوره ما حدش بيلعب معاه بلاي ستيشن من لعيبه الكوره. عمرو فتحي. برافو عليك شاطره. لما بكون عايز افصل عندي مشكله كبيره جدا ومش طايق حد بقى ولا طايقك ولا طايق حد في البيت ولا طايق العالم بعمل ايه؟ بس بامانه عشان ما تورطنيش يعني. ما تقوليش بقى بيكسر البيت ويتعصب. لا لا احنا هندخل في الموضوع ده. يعني بتصلي يعني بتقعد مع نفسك كده في الاوضه وبتصلي. برافو عليكي شاطره بجد كويس. طب ما في توافق. والله. طب انا لو بختار للمنتخب الوطني مدرب هختار مدرب مصري ولا مدرب اجنبي؟ اجنبي. برافو عليكي عشان انت عارفه ان انا بشرح في المصريين. على فكره هي ممكن تطلب اي حاجه وانت هتجيبها لها لما تروح. بصي يا روزان دلوقتي قالت لي هي نجحت في الاختبار فاطلبي اي حاجه وانا هجيبها لك بقى ان شاء الله. اتفضلي يا روزان. شكرا يا حبيبتي يعني 9 من 10 كده. برافو عليكي. اوكي اوكي يلا باي باي باي.